أبونا بارك يا رب علينا ببركتك السماوية، قدسنا في اسمك وقدسنا في حقك، وقدسنا يا رب في كلمتك. يا من تعين من لا معين له، يا من رجاء من لا رجاء له، اقبل وجودنا في محضرك الآن بالبركة. بارك يا رب على كل نفس فينا بشفاعة أمنا القديسة الطاهرة مريم، كل مصاف القديسين ليك يا رب مجد وكرامة إلى الأبد. نكمل قرايتنا في سفر دانيال إصحاح 11 الأولى لداريوس المادي، وقفت لأشدد وأقويه. وداريوس ده ما كانش شخصية واحدة، داريوس ده كان لقب بيتقال. فبعد كورش اللي شفنا النبوة بتاعته في الإصحاح اللي فات، كان ملك فارس، كورش كان حماه داريوس اللي شفناه قبل كده. وبعدين جه واحد تاني اسمه داريوس، برضك نفس الحكاية، من المملكة المادية، وكان دانيال معاه بيشدده ويقويه. والآن أخبرك بالحق، هوذا ثلاثة ملوك أيضا يقومون في فارس. ابتدى ربنا يعلن له إعلانات إن في ثلاث ملوك جايين تاني لسه في مملكة فارس، والرابع يستغني بغنى أوفر من جميعهم. رابع واحد هيكون أغنى واحد فيهم، وحسب قوته بغناه يهيج الجميع على مملكة اليونان، ويبتدي يخش في حرب مع مملكة اليونان اللي كانت لسه ابتدت تطلع، لكن مملكة اليونان هتغلبه. ويقوم ملك جبار ويتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب إرادته، وكقيامه تنكسر مملكته وتنقسم إلى رياح السماء الأربعة. اسكندر الأكبر ده اللي أسس الإمبراطورية اليونانية، اتقسمت بعده المملكة بتاعته لأربع أقسام: مملكة في الشمال، مملكة في الجنوب، مملكة الشمال اللي هي مملكة السلوقيين، مملكة الجنوب اللي هي البطلسة، مملكة الشرق اللي هي تركيا، ومملكة الغرب اللي هي اليونان حاليا. فتقسمت لأربع أجزاء في الأربع اتجاهات. المملكتين القويتين كانوا مملكة الشمال اللي هم السلوقيين، واللي تحكموا في منطقة اليهودية إسرائيل، بينما مملكة البطالسة هي اللي اتحكمت في الجنوب في مصر وأثيوبيا والجزء الجنوبي اللي هو عصر البطالسة. وكقيامه تنكسر مملكته وتنقسم إلى رياح السماء الأربع، ولا لعقبه ولا لحسب سلطانه الذي تسلط به، لأن مملكته تنقرض وتكون الآخرين غير أولئك. ويتقوى ملك الجنوب ومن رؤساء من يقوى عليه، ويتسلط وتسلط عظيم تسلطه. مملكة الجنوب اللي هي البطلسة اللي حكموا مصر والمنطقة الجنوبية كلها، كان في صراع تملي ما بين المملكة الشمالية اللي هي مملكة السلوقيين، وما بين المملكة الجنوبية اللي هي مملكة البطالسة. مملكة البطالسة دي اللي كان منها بطليموس الأول، اللي عمل ترجمة السبعينية، اللي ترجم العهد القديم من اللغة العبرية للغة اليونانية، واللي كان منهم واحد اسمه سمعان الشيخ. وبرضك مملكة البطالسة دي اللي كانت ظهرت منها كيلوباترا، كانت آخر مملكة ملكت على مملكة البطالسة، وبعد كده جت المملكة الرومانية. لكن كان في حرب ما بين ملك الجنوب وبين مع رؤسائه ومملكة الشمال. وبعد سنين يتعهد، وبنت ملك الجنوب تأتي إلى ملك الشمال لإجراء الاتفاق،
ويقال إن بنت ملك الجنوب دي اللي هي كيلوباترا راحت عشان تعمل صلح أو اتفاق مع مملكة السلوقيين، ولكن لا تضبط الذراع قوة ولا يقوم هو ولا ذراعه، لكن ما تحصلش أو تتحقق المعاهدة دي. وتسلم هي والذين أتوا بها والذي ولدها ومن أفواهها في تلك الأوقات، ويقوم من فرع أصولها قائم مكانه، ويأتي إلى الجيش ويدخل حصن ملك الشمال ويعمل بهم ويقوى، ويسبي إلى مصر آلهتهم أيضا مع مسبوكاتهم وآنياتهم الثمينة من فضة وذهب، ويقتصر سنين من ملك الشمال، فيدخل ملك الجنوب إلى مملكته ويرجع إلى أرضه. وتكلم عن فترة الحروب اللي استمرت ما بين البطالسة والسلوقيين لحد ما جت الإمبراطورية الرومانية دحضت الاتنين. وبنوه يهيجون فيجمعون جمهور جيوش عظيم، ويأتي آتي ويغمر ويطمو ويرجع ويحارب حتى إلى حصنه، ويغتاظ ملك الجنوب ويخرج ويحارب ويحاربه أي ملك الشمال، ويقيم جمهورا عظيما فيسلم الجمهور في يده، وإذا وقع الجمهور يرتفع قلبه ويطرح ربوات ولا يعتذر، فيرجع ملك الشمال ويقيم جمهورا أكثر، يعمل جيش أكثر يعني من الأول، ويأتي بعد حين بعد سنين بجيش عظيم وثروة جذيلة، وفي تلك الأوقات يقوم كثيرون على ملك الجنوب، وبنو العتاه من شعبك يقومون لإثبات الرؤية ويعثرون. فيأتي ملك الشمال ويقيم مترسة ويأخذ المدينة الحصينة، فلا تقوم أمامه ذراع الجنوب ولا قومه المنتخب، ولا تكون له قوة للمقاومة. والآتي عليه يفعل كإرادته، وليس من يقف أمامه ويقوم في الأرض البهية. الأرض البهية يقصد بها أورشليم اللي هي أرض الموعد. ومن ساعتها وأورشليم ملهاش كيان، عمالة تتنطط ما بين الشعوب وما بين الحروب، لأنها بقت مدوسة الأرض البهية دي، وهي بالتمام بيده، ويجعل وجهه ليدخل سلطانه كل مملكته، ويجعل معه صلحا ويعطيه بنت النساء ليفسدها فلا تثبت ولا تكون. حروب مستمرة في الفترة ما بين البطالسة والسلوقيين، ويحول وجهه إلى الجزائر ويأخذ كثيرا منها، ويذير رئيس تعبيره فضلا عن رد تعبيره عليه، ويحول وجهه إلى حصون أرضه ويعثر ويسقط ولا يوجد. في الوقت ده بردك بيتكلم عن ضد المسيح الأنتي كرايست اللي هو أنتيخوس أبيفانيوس، اللي كان تحدى ربنا ودنس الهيكل وعمل ركسة الخراب اللي المسيح قال عنها في سفر دانيال. فيقوم مكانه من يعبر جاني الجزية في فخر المملكة، وفي أيام قليلة ينكسر لا بغضب ولا بحرب، فيقوم مكانه محتقر لم يجعلوا عليه فخر المملكة، ويأتي بغتة ويمسك المملكة. المحتقر ده اللي هو أنتيخوس أبيفانيوس اللي هو ضد المسيح، فتخيلوا محتقر هو اللي يبقى له السلطان. وأذرع الجارف تجرف من قدامه وتنكسر، كذلك رئيس العهد، ومن المعاهدة معه يعمل بالمكر ويصعد ويعظم بقوم قليل، ويدخل بغتة على أسمن البلاد،
ويفعل ما لم يفعله أباءه ولا أباء أباءه، يبذر بينهم نهبا وغنيمة وغنى، ويفكر أفكاره على الحصون، وذلك إلى حين. هيفرض سلطته وهيعمل أعمال بشعة، لكن إلى زمن معين، إلى وقت قليل. وينهض قوته وقلبه على ملك الجنوب بجيش عظيم، وملك الجنوب يتهيج إلى الحرب بجيش عظيم وقوي جدا، لكنه لا يثبت لأنهم يدبرون عليه تدابير. لكن ملك الجنوب، ملك مصر البطلمي ده، مش هيقدر يثبت قدام ملك الشمال. والآكلون أطيابه يكسرونه، وجيشه يطمو، ويسقط كثيرون قتلى. وهذان الملكان قلبهما لفعل الشر، ويتكلمان بالكذب على مائدة واحدة. وبيوصف فترة اللي ضد المسيح دي، لأن الزمن بيتكرر في دورات كتيرة، يقول أن القتل والكذب هم اللي يسودوا في ذلك الزمن. يقعدين مع بعض على نفس المائدة، بيكذبوا على بعض ويقوموا على بعض يقتلوا بعض. ده تزايد الشر، وده برك المسيح اتكلم عنه في الأيام الأخيرة، أن يقوم الأبناء على الآباء، وأن تقوم شرور وحروب كتيرة وكذب كتير، ولا ينجح لأن الانتهاء بعد إلى ميعاد. وزي ما المسيح قال، لولا المختارين، لولا أنه قصر تلك الأيام. فيرجع إلى أرضه بغنى جديل وقلبه على العهد المقدس، فيعمل ويرجع إلى أرضه. وفي الميعاد يعود يدخل الجنوب، لكن لا يكون الآخر كالأول. فتأتي عليه سفن من كتيم فييبس، كتيم اللي هي جزيرة أسفل اليونان، هي أبروس، ويرجع ويختاز على العهد المقدس. بعد ما هو طلع من العهد المقدس، ويقصد بالعهد المقدس والعهد الجديد، إن في حروب هتبقى في زمن العهد الجديد اللي المسيح عمله بدمه، هيرفضوه زي ما بيحصل في الأيام دهية. ويعمل ويرجع ويصغي إلى الذين تركوا العهد المقدس، الناس اللي سابت عهد ربنا وسابت المسيح هيتحالفوا معاه. وتقوم منه أذرع وتنجس المقدس الحصين، وتنزع المحرقة الدائمة، وتجعل الرجس المخرب. دي رجسة الخراب اللي المسيح ذكرها، وذكرها دانيال، قال إن دانيال قال على رجسة المخرب، إن الأماكن المقدسة تخرب وتدنس وتنجس. وده اللي احنا بنشوفه، إن كنائس كتيرة حتى في العهد الجديد دلوقتي بتنجس وبتدنس وبتحول إلى أماكن غير مقدسة على الإطلاق. والمتعدون على العهد يغويهم بالتملقات، والناس اللي مش ثابتة في عهد الجديد، في عهد المسيح، هيمشوا وراء الإغراءات، وراء الشهوات، وراء التملقات. أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون. لكن الناس اللي ماسكة في عهد إلهها، ربنا هيديهم قوة وهيثبتهم للنهاية. ففي ناس هتمسك في العهد المقدس، وفي ناس هتترك هذا العهد المقدس. والفاهمون من الشعب يعلمون كثيرين. الفاهمون يعني المستنيرين بروح ربنا، واللي فاهمين الأمور كويس يثبتوا الناس التانية.
لكن في منهم حتى من الفاهمين يعثرون بالسيف وباللهيب وبالسبل. في ناس حتى من الفاهميين، يعني المسيح قال كده حتى إن بعض المختارين يسقطون، إما من الخوف أو من العذاب أو من الضيقات. وبالنهب أياما إذ عثروا يعانون عونا قليلا، ويتصل بهم كثيرين بالتملقات، وبعض الفاهمين يعثرون امتحانا لهم للتطهير وللتبييض. يعني ربنا هيسمح بحد المختارين يقع ويسقطوا عشان ينقيهم ويطهرهم أكتر إلى وقت النهاية، لأنه بعد إلى المعاد. ويفعل الملك كإرادته، ويرتفع ويتعظم على كل إله، ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة. وبنشوف دلوقتي الإنسان بقى هو الإله بتاع نفسه، وبيتكلموا ضد ربنا، ومحدش عايز يخضع لربنا ولا الوصايا ربنا. والتمرد والرفض بقى موجود في حياة الإنسان، ينجح إلى إتمام الغضب لأن المقضي به يجرى، اللي ربنا مرتبه هو اللي هيحصل. ولا يبالي بآلهة آبائه ولا بشهوة النساء. شهوة النساء هنا مش ما يقصدش بيها الجنس، لكن شهوة النساء مشتهى النساء. انتوا عارفين ان المسيح كان مشتهى كل نساء العهد القديم، كان كل امرأة نفسها ان المسيح يجي من نسلها. فكلمة شهوة مش بمعنى البزار، لكن بمعنى مشتهى النساء او فخر النساء. المسيح ده اللي كان كل امرأة كانت تتمنى انه يجي من نسلها، ما حدش هيلتفت اليه ولا يديله اهمية. وبكل إله لا يبالي لأنه يتعظم على الكل، كبرياء الإنسان. ويكرم إله الحصون في مكانه، وإلها لم تعرفه آباءه يكرمه بالذهب والفضة. ودلوقتي بقى الذهب والفضة أو الماترياليزم، المادة هي إله الإنسان. المادة والممتلكات والحجارة الكريمة والنفائس. ويفعل في الحصون الحصينة بإله غريب، من يعرفه يزيد مجدا ويسلطهم على كثيرين ويقسم الأرض أجرة. والناس دلوقتي كل اتجاهها لعبادة المادة أو عبادة المال بكل طرقه، والناس كلها بتجري على الفلوس، والإله بتاعها بقى هو الدولار. فبدل ما مكتوب على الدولار إن God we trust، لا بقى إن دولار we trust. وده اللي واضح في العالم الأيام ده هي قبل النهاية، إن الناس هتسيب ربنا وترجع تخضع للمادة. والعبادة مش بمعنى أنهم يسجدوا شوية تماثيل من الذهب والفضة، لا، العبادة يعني الخضوع التام. المال بدل ما هيبقى وسيلة يتحول إلى هدف. مفروض المال أو المادة دي وسيلة الإنسان بيعيش بيها، لكن يوم ما يحط الإنسان الوسيلة تبقى هدفه الوحيد في الحياة، خاض عليها وحطت ثقته فيها وأمانه فيها وبقت هي الحصن بتاعه، هي دي عبادة المادة. ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب، فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وبفرسان وبسفن كثيرة، ويدخل الأراضي ويحرق ويطمم. وده اللي متوقع أو اللي جه ذكره برضك في سفر الرؤيا عن حرب جوج ومجوج وموقعة هرمجدون،
واحنا بنشوف دلوقتي نفس الحكاية، أنواع كتيرة من الأسلحة ومن الدبابات ومن الصواريخ ومن الغواصات ومن السفن، كل ده صراع هيبقى جوه الإنسان أو في حياة الإنسان، ويدخل إلى الأرض البهية. وأورشليم الأرض البهية دي هتخش في وسط المعركة. فيعثر كثيرين وهؤلاء يفلتون من يد أدوم ومؤاب ورؤساء بني عمون، ويمد يده على الأرض وأرض مصر لا تنجو. أرض مصر لا تنجو، الأمور هتمص مصر. ويتسلط على كنوع الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر واللوبيون اللي هم ليبيا، ودينا شايفين ليبيا بقى ليها دور في المعركة، والكوشيون اللي هم الأثيوبيين، وبنشوف برضك أثيوبيا بقى ليها دور في المعركة عند خطوات. وتفزع أخبار من الشرق ومن الشمال، فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين وليحرم كثيرين. الشرق دلوقتي احنا بنشوف الشرق اللي هي إيران، والشمال اللي هي روسيا. وينصب فسطاطه بين البحور وجبل بهاء القدس، ويبلغ نهايته ولا معين له. لا معين له، لأن هي دي هتبقى الحرب الأخيرة أو الدينونة الأخيرة. فربنا كشف لدانيال بعض الأمور اللي هتحصل في نهاية الأيام، وربطها أيضا في نهاية الممالك اللي مر على شعب إسرائيل. لكن في دورات الزمن، الزمن بيتكرر جيل ورا جيل. لكن الشيء الرائع والأهم مش إن احنا نعرف تفاصيل النهاية، لكن الرائع هو إن احنا نكون مستعدين لتلك النهاية. وده اللي هيكلم دانيال عنه في الإصحاح 12 المرة الجاية بنعمة ربنا إن شاء الله. لو في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة تحت أمره. ربنا يكون معاكم. أنا كنت بس عايز أتغيرت أو هتتغير عندكم إمتى؟ سوزي، عارفة الساعة هتتغير إمتى يا سوزي؟ مش عارفة يا ابونا صدقني. خلاص اوكي، ربنا يرتب ان شاء الله. تقريبا هتبقى اواخر اكتوبر، بس انا مش فاكره يعني الويك اند الاخراني في اكتوبر. احنا سمعت في نوفمبر، سمعت في نوفمبر بس ما اعرف، مش عارفه مش عارفه يا ابونا. طب هيبقى تغيير الساعه مع قدسك، هيبقى نعملها مثلا قبلها بساعه وبعدها سواء بتوقيتكم أو بتوقيتنا. أنا عندي الساعة مش سامع أبونا. إيه أبونا إمتى؟ نفس الوقت ده كده. أوكي خلاص، تفضل يا أبونا. جعلنا رب مستحقين أقولك بكل الشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا رب ذنوبنا كما نحن أيضا مذنبين علينا، ادخلنا في تجربة لكن نجينا شرير، بالمسيح يسوع، بما لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. Thank you أبونا، ربنا يخليك، صلواتك. سلام سلام.